هذا يسأل يقول عندي مبلغ من المال جمعته للزواج، لمؤونة الزواج، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب الزكاة في المال الذي يحول عليه الحول، سواء تريده للتجارة أو تريده للنفقة أو تريده للزواج، المهم أنه مال يبلغ النصاب حال عليه الحول تجب فيه الزكاة دون نظر إلى نيتك فيه. نعم.